لا تعايلني ولا عايلك، الهم طايلني وطايلك. الزمالك بيخسر من الترجي في رادس 3 بأداء هزيل من اللعيبة ومن المدرب، والأهلي بيتعادل مع فيتا كلوب في استاد القاهرة بمباراة تضييع الفرص. موسيماني قدم مباراة كويسة، باتشيكو قدم مباراة سيئة. هنتكلم عن مباراتين الزمالك والترجي والأهلي وفيتا كلوب. بس طالما الحلقة دي وصلت لك، انزل اعمل لايك عشان الحلقة توصل لأكبر عدد من الناس، مش تبقى موت وخراب ديار يعني. مش تحيي دمك وانا الفيديو ما يجيبش مشاهدات، فانزل اعمل لايك، ولو اول مره شفتني اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. خلينا نبدا بالزمالك والترجي بما انه اصلا هو اللي اتلعب المباراه الاولى. في البدايه باتشيكو اصلا بدا المباراه بتشكيله او عناصر في التشكيله خاطئه نوعا ما. اول واحد هو حميد احداد. انت بتلعبوش ولا في الدوري ولا اديته اي فرصه في الماتشات اللي فاتت في افريقيا، فانت جبته حرفيا من الثلاجه. نزلته مباراه ضد ترجي في رادس والفريق اصلا مش عارف يسجل اهداف، الفريق بيضيع فرص كتير، الفريق مش افضل حالاته، الفريق مش ناقص ان انت تخش تدخل عليه عنصر جديد، الفريق مش حمل اللي هو يشيل لاعب، الفريق محتاج لاعب اللي هو ينزل يحرره، ينزل يديله فرص اكتر. لكن انت نزلت حميد احداد في مباراه ما يقدرش يعمل فيها حاجه. حميد احداد بما انه هو اصلا مستواه سيء، ما قدمش اي حاجه مع الزمالك من اليوم ما جه، كمان بتنزله في مباراه زي دي؟ مش عارف لماذا، انا مش عارف. والزمالك بدا المباراه بعيدا عن التشكيل، بقى التشكيل اللي هي تقريبا الغلطه الوحيده اللي هو بدا بحميد احداد، انه نوعا ما ممكن هو بدا بفتوح شويه، كان المفروض تبدا بعبد الله جمعه، وعبد الله جمعه وعنده خبرات اكتر من فتوح. ولكنك بدات التشكيله غلطه بتاعتها ان انت بدات بحميد احداد وخرجت مروان حمدي حتى بره السكور تماما. بدات المباراه انت ولا بتضغط وانا مقفل الملعب. الزمالك اي نعم كان بيمسك الكوره نوعا ما شويه، نص الملعب افضل، فرجاني وطارق حامد عارفين يستحوذوا على نص الملعب وطلعتهم من ركه ويسا ما بين الخطوط، ولكن مش عارف توصل لمرمى الترجي. مش عارف توصل لمرمى الترجي، والترجي لما بيروح عليك بيروح عليك بفرص خطيره، بيروح عليك فرص خطيره من ناحيه اليمين، من ناحيه حمزه المسلوسي، المفروض اللي هو دفاعيا نوعا ما كويس، ولكن النهارده حمدي الهوني واياس شتي بيعدوا كتير جدا. مفتاح لعب كان مفتاح اللعب بتاعته هو منطقه حمزه المسلوسي. حمزه المسلوسي النهارده كان سيء جدا هجوميا ودفاعيا، ما قدمش اي حاجه في المباراه. شكرا. الناحيه الثانيه فتوح برده كان سيء جدا هجوميا ودفاعيا. الجناح بتاع الزمالك او باكات الزمالك حمزه المسلوسي وفتوح ما قدموش اي حاجه تذكر في مباراه النهارده، ولا هجوميا ولا دفاعيا، اللهم بس الجول الاول للزمالك عن طريق فتوح، ولكن غير كده فتوح ما قدمش اي حاجه هجوميا، بل كان سيء كمان دفاعيا. الجول الاول اللي دخل في الزمالك الجول الاول هو غلطه لاعبين، مش غلطه لاعب واحد، مش هنحملها على لاعب واحد، الغلطه بتاعت الجول الاول غلطه لاعبين. اول هو فتوح، كوره حمدي نجاز دي محفوظه جدا، حمدي نجاز بيلعب الكوره دي من ايام النجم ولعبها مع الزمالك ولعبها في كل فريق لعب فيه، فانت ازاي ما لاحظتش ان هو هيعمل كده؟ اللي هو هياخد الجول ويروح يلعب الكوره بالعرض على الارض للاعب اللي جاي من بره، دي حاجه اللي هو فتوح. الحاجه الثانيه عبد الغني، يعني انت الوينش راح عشان يقفل على حمزه على حمدي النجاز، ليه انت ما رحتش قفلت على لاعب الترجي التاني اللي هو جاب الجول؟ هو لاعب واقف لوحده، المفروض تروح تقفل عليه التمرير او تديش فرصه لحمدي النجاز اللي هو يمرر اللاعب ده، كنت تروح ترحل مع الوينش وتقفل على اللاعب دون، وحمزه المسلوسي يعني كده كده هيرحل هو كمان يقفل على اللاعب اللي انت كنت المفروض كنت ماسكه، فانت ازاي ما رحتش وضغطت على اللاعب او قفلت عليه زاويه التمرير؟ انا مش عارف. ولكن الزمالك بعد الجول الاول ولما ضغطنا على الترجي قدرنا نجيب هدف. انت الزمالك الترجي مش فريق المرعب، الترجي مش الفريق اللي بيلعب من 30 3، لا الترجي فريق عادي جدا، دفاعه عادي جدا، لما ضغطت عليه شويه وضغطت ضغط 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 شرس 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 وتوصل لمرمى كل شويه قدرت تسجل. لماذا في المباراه ما ضغطتش على دفاع الترجي؟ طول الوقت بتلعب ان انت تبقى رد الفعل، ما تبقاش انت الفعل، لماذا؟ انا مش عارف. فضلت موجود لحد رد فعل لحد ما دخل في الجول تاني وجول تالت. الجول التاني غلطه ساذجه جدا من عبد الغني، ساذجه غير عاديه، لاعب يعدي منه يخش تك ضربه جزاء، خلاص انت كنت على شعرة خلاص فاضل دقيقتين والماتش او الشوط الاول ينتهي 1-1، تلم اوراقك وتخش للتاني بمعنويات افضل، انت بتعادل المباراه ممكن تجيب جول تاني مثلا وتمسك الماتش، ولكن انت اديت لهم الفرصه للترجي ان هم يلعبوا عليك جيم. الجول التاني للترجي قبل نهايه الشوط الاول، دخلنا الشوط التاني بمعنويات في الارض واداء في الارض وكل حاجه انهارت. دخلنا الشوط الثاني بطرد من فتوح مع جول للترجي 3-1 للترجي، ما عملناش اي شيء يذكر، اي شيء يذكر ما حصلش، ولا كنا بنضغط ولا ماسكين كوره ولا اي حاجه. خسران 3 في الدقيقه 65 ولعيبه الزمالك بتمرر لبعضها في نص ملعبها
ومش عارف تطلع بالكوره من نص الملعب بسبب الضغط العالي اللي مشكله الترجي عليك. الترجي من اول مباراه بيضغط عليك ضغط عالي شرس شرس بثلاثه باربعه لاعبين في نص الملعب بيضغطوا على المدافعين عشان ما يدهمش فرصه ان هم يبداوا اللعب من على الارض اللي هم يضطروا ان هم يلعبوا الكوره الطويله. وزمالك في فترات كبيره كان بيضطر انه يلعب الكوره الطويله فعلا وما كناش عارفين نخرج بالكوره من نص ملعبنا. مع ذلك كنا بنلعب كوره طويله ولاعيبه الترجي بتنزل الكوره على الارض لاعيبه الزمالك في الخط الامامي ما كانوش بيضغطوا. ده اللي كان هيجنني وانا قاعد. انت ليه ما بتضغطش على الترجي؟ انت كده كده خسران ثلاثه خسران خلاص انت خسران. اضغط وحاول ترجع في الماتش. انت قدامك نص ساعه كنت ممكن ترجع في الماتش عادي جدا عادي جدا. وابتدى بقى لعيبه الزمالك تعمل ميس باص وحاجات غريبه وتغييرات متاخره وكل حاجه كانت غلط النهارده سواء من باشيكو او من اللاعبين. لعيبه النهارده مش مقدره التيشيرت اللي بتلعب بيه. شفنا نفس اللعيبه دي مع ميتشو في 2020 والسنه فاتت مع ميتشو في بدايه الدوري وبدايه افريقيا لما ابتدى ليهم مستحقات وليهم فلوس ومدرب مش عاجبهم ابتدى ان هم يتدلعوا عشان ياخدوا فلوسهم عشان المدرب يمشي. وده اللي حصل. خسرت السوبر من الاهلي وخسرت من مازين بثلاثه مدرب مشي. جبنا كارتيرون ترد دماغ يتجدد ولعيبه كانت حابه كارتيرون فكانت بتلعب عشان كارتيرون. النهارده نفس السيناريو بيتكرر تاني مع باتشيكو. اللعيبه ليها فلوس او كما يقول ان اللعيبه ليها فلوس بيلعبوا وحش عشان المدرب يمشي. نفس السيناريو بيتكرر من جديد. بس هل لو الزمالك فعلا مشى باتشيكو الاداره الموجوده حاليا قادره ان هي تجيب لك مدرب اجنبي تقيل؟ انا اشك. انا بصراحه اشك. لعيبه الزمالك كلها بلا استثناء لازم تشد ودنها لازم تقرص ودنها تعاقبهم بقى توقفهم تطلع ناشئين تخصم من عقدهم تخصم فلوس منهم. لازم اللعيبه دي تعاقب. لازم اللعيبه دي تعرف ان هي بتلعب في نادي كبير بتلعب بتيشيرت كبير بتلعب بلوجو اي حد يتمنى ان هو يلبسه اي حد يتمنى ان هو يلعب تحت اللوجو ده. ازاي انت لاعب مش مقدر ده؟ ماشي المدرب ممكن المدرب يكون يقول لك ما تضغطش اهو في نص ملعبك وتحمل رد الفعل. حميتك على التيشيرت فين؟ حميتك على التيشيرت واللي انت خسران واللي انت عايز ترجع في الماتش وروحك للتيشيرت وروحك للفريق اللي انت بتلعب فيه فين؟ انتمائك للفريق اللي بتلعب فيه فين؟ اضغط على كل حبل الكوره استخلص الكوره جيب جول نرجع في الماتش. لكن احنا كنا شايفين النهارده فريق مترنح فريق محتاج على الاقل يكسب ماتشين من الثلاثه الجايين عشان يصعد. ولو خرجنا من دور المجموعات هتبقى كارثه مش على مدرب بس هتبقى على مدرب وعلى لعيبه وعلى اداره وعلى كل حاجه. احنا اللي بتحرق دمنا احنا الجمهور اللي بتحرق دمنا بس مفيش حد من اللعيبه دي بتحرق دمه. كله هيرجع مصر هيقعد مع عيلته ياخد فلوسه خروجات يتفسح ستوري انستجرام خلص الماتش خلصت على كده. محدش هيجي بقى يقول لك الجمهور ونفكر في الجمهور ونلعب عشان الجمهور مفيش حد هيعمل كده. ومع ذلك بسبب الترنح بتاع اللعيبه والتخاذل بتاع لعيبه الزمالك خرجنا من ثلاث ماتشات بنقطتين وكاننا في سيناريو الكونفدراليه لما خسرنا اول مباراه ضد حرايه كوناكري وبعد كده تعادلنا مع بيترو اتلتيكو وبعد كده تعادلنا مع نصر حسين ضاي وبعد كده مع بيترو اتلتيكو وبعد كده رجعنا للطريق الصحيح من تاني وخدنا بطوله في الاخر. هل فعلا ده ممكن يحصل؟ انا مع اللي انا شايفه ده اشك. انا هنكسب الترجي في مصر ونكسب البلديه هناك ونتعادل او نكسب الترجي اتمنى ولكن اشوف تاني رقم واحد في القطاطين الاهلي وفيتا كلوب واداء غريب من لعيبه الاهلي. مع ذلك ان موسيماني بدا المباراه صح ما بداش النهارده بال 4 3 3 اللي بدا بيها ضد سيمبا او بدا بيها طلاع الجيش. لا النهارده بادئ بال 4 2 3 1 بادئ بشناوي بدر بنون ايمن اشرف محمود وحيد محمد هاني ديانج والسولية افشا اجاييه حسين الشحات وولتر بولعناها في بدايه المباراه. خرج محمود وحيد ونزل ياسر ابراهيم ولعب ايمن اشرف باك ليفت. ولكن في المباراه انت بادئ المباراه ضاغط على فيتا كلوب خانق فيتا كلوب عايز تجيب جول من بدري عايز توصل لمرمى فيتا كلوب وتجيب جول من بدري. ولكن تضييع الفرص الغريب جدا من النادي الاهلي انا كنت مستغربه. انت بتوصل للجول وبتلعب كوره كويسه وبتلعب الارض كويس جدا بتعمل مثلثات بتعمل مربعات والونجات بتخش قلب الملعب وتلاقي الباكات طلعت واللعيبه بتعمل عرضيات وكل الكلام ده ولكن اول ما توصل للجون او ثلاث خشبات بتاع فيتا كلوب بتضيع. بوالي جاب كوره في العارضه السوليه اللاعب شال الكوره منه على الخط. اداء غريب قفشه بيضيع كورتين وبوالي ضيع كورتين او ضيع كوره الشوط الاول وعمرو السوليه ضيع كوره. اداء غريب من الاهلي او اداء غريب من لعيبه الاهلي لان موسيماني هو قدم مباراه كويسه من ناحيه الضغط من ناحيه انه يوصل لعيبتك للمرمى من ناحيه ان هم يخلي فيه شكل للنادي الاهلي. ده عمل موسيماني وفعلا دي مباراه من وجهه نظري من افضل مباريات موسيماني مع الاهلي. ولكن اللعيبه اللي بتضيع اوفر دي انا مش عارف ليه يعني الاهلي والزمالك الاثنين مش فاهم. انا مش فاهم فعلا انت بتروح تجيب مهاجمين اجانب بفلوس كتيره
ليه وهم وحشين يعني بواليا في الاهلي وحميد احمد في الزمالك. صباح الفل صباح الفل. انت النهارده بواليا ضيع لك ثلاث كور ما يدعوش انفراد وكره في العارضه وجون فاضي وكره ثانيه وحاجات غريبه حاجات غريبه فعلا. يعني الاهلي يعني فضل فضل كلوب مدافع ومقفل وبيحاول انه يخش في جون في الشوط الاول وانه بيحاول على استحياء يوصل لمرمى الاهلي وفعلا وصل لمرمى الاهلي في نهايه الشوط الاول. فالشوط الاول راح وعدى اللاعب عدى من ايمن اشرف وشاط اتردد له مفيش حد من المدافعين ولا بدر بنون ولا ابراهيم ضغط عليه جول اول. الشوط الاول خرج 1-0 في كلوب. هو مفيش كلام او انتقاد للاهلي او انتقاد للاهلي غير تضييع الفرص. الاهلي النهارده كان بيعمل كل حاجه لعبة نص الملعب بتضغط بتستخلص الكوره بيوصل للمرمى العرضيات كانت مظبوطه. الفينش اللي كان فيه مشكله الفينش كان عند الاهلي النهارده فيه مشكله كبيره قوي 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 قوي. اللي انت بتوصل للمرمى كتير ولو بصيت على احصائيات تلاقي فرص الاهلي كتير ولكن ما سجلوش غير جونين غير جونين كوره بترد جول والكوره الثانيه عرضيه يخش يحطها مروان. غير كده الاهلي ما سجلش جوان. الاهلي كان ممكن يخرج النهارده من المباراه كسبان 5-6 مستريح لو الاجوان اللي ضاعت دي كلها كانت دخلت جول كان يكسب 5-6 مستريح. ولكن تضييع الفرص الكتير والاوفر ده هو اللي ادى الاهلي يخرج النهارده متعادل المباراه. لان في نهايه الشوط الاول فيت كلوب قدر يتقدم عليك قدر يجيب فيك جول من خطا دفاعي غريب زي كده. خطا دفاع الزمالك الشوط الاول نفس تقريبا نفس النسخه الشوط الثاني مع الاهلي الشوط الاول برضه لاعب بيعدي من ايمن اشرف بيروح يشوط ترد يشوط جول مع اختلاف الموقف يعني ده لاعب بصاله ده لاعب شوط جاب جول. خرجت الشوط الاول يعني خسران 1 الشوط الثاني انت عدل لحد الدقيقه 69 مش عارف تسجل جول وتضيع فرص لولتر بواليا تضيع فرصتين وقفشه فرصه وبتوصل لمرمى فيتا كلوب والحارس بيشيل كور غريبه. الحارس النهارده غريب الحارس متالق 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 شال كذا كوره الشوط الاول عظام وشال كذا كوره الشوط الثاني اعظم من العظمه بصراحه. حارس فيتا كلوب حارس تقيل حارس تقيل وهيرخم على الاهلي في الكورنر وصلت للمرمى كتير والحارس كان بيشيل وانت بتضيع وحاجات غريبه. ومع ذلك الشوط الثاني قدرت في دقيقتين ترجع في مباراه تبقى 2-1 في دقيقتين تبقى 2-1 لما اللعيبه ركزت وجابت اجوان بقت 2-1 في دقيقتين في دقيقتين 2 بقت 2-1. بعد كده ضرب الجزاء من وحي خيال الحكم حرفيا يعني عمرو السوليه ولا لمسه والكره مش جوه منطقه الجزاء الكره من بره منطقه الجزاء والسوليه ما لمس اللاعب والحكم صفر ضرب الجزاء. شيء غريب السوليه فعلا 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 ما لمسوش ولا بايده ولا برجله ولا باي حاجه. لاعب دخل لابس ضربه جزاء للاهلي او لابس ضربه جزاء للحكم ودخل تك جول 2-2 وكان ممكن الاهلي كمان يخسر تيجي فرصه ثانيه بدر بنون طلع غلط وحاجات غريبه كده يعني حاجات غريبه بصراحه من دفاع الاهلي النهارده على عكس المباراه اللي فاتت. دفاع الاهلي كان بيبقى كويس النهارده دفاع الاهلي غريب دفاع الزمالك غريب والناس غريبه يعني النهارده فقدان ثقه لكل اللعيبه بقى في الاهلي والزمالك النهارده يعني شيء غريب من فريقين. ده بيضيع فرص ده مش عارف يوصل للمرمى اصلا ده بيوصل وبيضيع ده كان بيوصل وبيضيع ولا ده ما عرفش يوصل. فالنهارده في حاجه غريبه في الفرقه المصريه حاجه غريبه في الفرقه المصريه النهارده مصمنه. انا ما اقدرش انتقده في حاجه انا عم انتقده في الماتشات اللي فاتت انتقدت في ماتشات كتير اللي فاتت كنت بقول الموسيماني مدرب عالي شك او دخل مرحله الشك ولكن النهارده موسيماني لا قدم مباراه كويسه ولكن اللعيبه اللي ضيعت. موسيماني النهارده لو كان عنده شعر كان مش شد شعره عليك ضيع تضييع فرص كتير ضيع فرص اوفر كنت ممكن تخسر عادي جدا. في تطلب ده فريق ده هيتعبك قوي في الكونو هيتعبك جامد 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 في الكونو. وسيمبا لما جه هنا مصر برضه هيتعبك بنفس الاداء ده بنفس الشكل اللي شفته ده. لو ده نفس الشكل بتاع الاهلي اللي هيلعب بيه المباراه الجايه سواء في الدوري او في افريقيا انا سقط نقط. وانا بقول لكم الاهلي لو لعب بنفس الشكل ده ضد فيتا في الكونو هيخسر ولو بالشكل ده ضد سيمبا في مصر هيخسر قولا واحدا. الاهلي احيانا بيلعب مباراه كويسه لكن ما بيسجلش جوان او بيسجل جوان قليله وجوان كده ويا اما يلعب مباراه سيئه اصلا وبيخسر. فانت مش عارف بصراحه انا مش عارف الاهلي ماله ومش عارف الزمالك ماله. الزمالك ضرب ثلاث اجوان باخطاء دفاعيه اساسيه اول واحده الباك ليفت والمدافع الثانيه من المدافع صراحه لابسنا ضرب الجزاء الثالثه برضه من المدافع ساب اللاعب يستلم براحته ويلف ويباصي ويرجع ويشوت عادي جدا. عبد الغني كان النهارده شارب حاجه يعني معانا بس معلش هرجع للزمالك تاني في حته صغيره. اللعيبه اللي كانت بتلعب النهارده هي نفس اللعيبه اللي لعبت الترجي السنه اللي فاتت ذهاب وعوده في دوري الابطال وقدرت تكسبه ثلاثه في مصر وخسر اي نعم واحد في رادس ولكن خد منه سوبر وخرجه من البطوله. نفس اللعيبه دي بس كان في بدائل محمود علاء بدل عبد الغني وسبحان الله الاثنين لبسونا ضربات جزاء كان عبد الشافي بدل فتوح وكان حازم بدل حمزه المسلوسي وكان مصطفى محمد بدل حميد احداث. بس ده التغييرات في العناصر الفنيه ومع ذلك النهارده كان شيء غريب بسبب تخاذل اللاعبين
النهارده برضو لعيبه الاهلي مش هقول لك تخاذل ولكن رعونه هجوميه. قدت الاهلي يخرج خسران متعادل النهارده بسبب الرعونه الهجوميه اللي كان الاهلي بيلعب بيها. بصراحه يوم غريب ويوم بائس على الاهلاويه وعلى الزملكاويه الاثنين تالت المجموعه ده نقطتين ده باربع نقط. الاهلي فرصه اكبر من الزمالك، الزمالك محتاج ان هو يكسب على الاقل التلات ماتشات الجايين بتوعه علشان يصعد. فالله المستعان الاهلي يعني ممكن يكسب ماتشين يصعد المجموعه وماتش يتعادل ماتشين يصعد برده المجموعه، يعني لسه ده هنا عنده حظوظ انه يصعد وده هنا عنده حظوظ انه يصعد. ولكن في الاول والاخر ده كراي شخص واحد في مباراه الاهلي ومباراه الزمالك. قول لي رايك انت في الكومنتس في المباراتين، قول لي توقعاتك، هل الاهلي والزمالك قادرين على الصعود من دور المجموعات ولا الاثنين هيخرجوا من دور المجموعات يبقوا طرفين نهائي القرن بتاع السنه اللي فاتت بيخرجوا من دور المجموعات في مفاجاه غريبه؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس، ولو حابب تدوس الشام اللايك عشان يوصل اكبر عدد من الناس، ولو اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب في القناه واشترك على الجرس عشان يجيلك كل جديد، وطبعا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.